بقول لك يعني يوم انا قلت لك كلمه وانا عندك جوه الاستوديو قلت لك الحمد لله ان انا هقابل رب كريم وقوتنا على خط الحدود. لان يا احمد احنا ده كان بيألمنا. نعم. يعني وانا كنت ايام السادات كنت مش مبسوط ان انا ازاي تبقى انا مش قادر اوصل لخط الحدود. نعم. انا في يوم كنت قائد كتيبه في سينا وجيت قلت عايز اطلع الكونتيلا مطرح ما كنت بحارب في 67. نعم. قالوا لي لا يا فندم ما تطلعش بالعربيه ولا انت لابس ميري. ليه؟ ممنوع ان تطلع قواتنا. نعم. فالنهارده قدرنا الرئيس السيسي رجع الحدود واصبحت قواتنا موجوده. هما النهارده قلقانين من الموضوع ده. زي ما بقول لك 100 دبابه لنا 100 دبابه لنا لهم درع. ما كانش الكلام ده موجود قبل كده. نعم. ما كناش نقدر نستخدم مطار العريش بطياراتنا. نعم. النهارده مطار العريش بقت فيه قوات جويه عندنا وفي طياراتنا طالعه والاباتشي بتطير. نعم. كل الكلام ده ارضنا احنا حرين فيها ولا ايه؟ ايوه ارضنا بقى. ما هو أيوة. انت مش عايز هو هيقول لي كمان اعمل ايه وما تعملش ايه في ارضي. بس انا اهم حاجه بقى دلوقتي يا احمد ان الشعب المصري في الفتره دي عرف يحس. أيوة. فاكر لما كان يقول لك جبتوا الرافال ليه؟ وجبتوا المسترال ليه؟ اديكوا شفتوا. طول ما انت ضعيف ما تقدرش تدافع عن ارضك. ولا استثمارات. وانا بدوق دايما على الاستثمارات. لكن طول ما انت جيشك كويس وقوي تبقى انت. وعشان كده انا لكن احنا لم نخترق او ننتهك الاتفاقيه. لم ننتهك الاتفاقيه. احنا ما اخترق. دي الاتفاقيه. معلش انا عايز معلش النقطه دي مهمه نرد وهنروح للخريطه اتفضل. احنا لم نخترق الاتفاقيه لان احنا المنطقه الف وب كان لنا قوات بتاعتنا. ولكن لما الرئيس السيسي اتفق مؤخرا معاهم ان قواتنا هتصل الى خط الحدود عادي وقال له احنا بيننا بقالنا 50 سنه سلام لم نخترق حاجه. فناخد بقى وضعنا تمام عشان تبقى الامور كويسه. ورجع لنا الرئيس السيسي ان قواتنا حتى خط الحدود. هو النهارده الموضوع ده قلقهم. انت النهارده ما تلاقي لو مدرع موجود في رفح. نعم. طب ايه ده ايه ده. نعم. لما تلاقي المطارات كلها الحربيه انت فوقتها وعملتها قواعد وبقت جاهزه وبقى كل طراتك بتطير هناك. نعم. فهنا قلق. تمام. انما طبعا احنا بنطمن الناس احنا. جيشنا قوي. ايوه. جيشنا قادر على الردع. جيشنا قادر على تامين الحدود والاستثمارات. انا دايما اقول الاستثمارات يا احمد. نعم. انت فاهم. نعم. عشان انت عندك في البحر الاحمر الابيض استثمارات. البحر الاحمر قناه السويس اللي بتجيب لك النهارده بقت 10 مليار دولار في السنه. في السنه. انت فاهم. فكل الكلام ده لازم تبقى عندك قوه تحمي هذه الاستثمارات وتحمي استثماراتك. هو طبعا يقول زي ما يقول انما احنا واثقين عندنا جيشنا كويس. وحاجه تانية ان القوه العسكريه زي ما انت قلت من كام كده رشيده. نعم. ان في قائد عارف امتى يستخدم القوات وامتى يقول لا. ولذلك لما الناس برضو الفتره اللي فاتت احنا الحمد لله اقوياء ولكن لا نعتدي على احد. ولكن مش كده احنا ما بنعتديش على حد ولكن قادرين ان احنا نصد اي حد يهدد الامن القومي بتاعنا. ودايما بنقول ايه ان القوة العسكرية تحمي السلام. انت مش جايب قوة كبيرة عشان تهاجم. نعم. انت القوة الكبيرة عشان تمنع اي حد انه يقرب لك. نعم. فانت تعيش في سلام. نعم. واحنا مش عايزين حرب. نعم. احنا مبادئنا احنا دولة سلام. حتى الوزارة بتاعتنا انها فاكر كانت وزارة حربية اسمها وزارة ايه دفاع. لان ده العقيدة بتاعتنا ان احنا بندافع عن ارضنا وعن استثماراتنا. وبالتالي اعتقد ده لاي حد تاني وحر. انما احنا قاعدين بقوتنا وقادرين. وعشان كده عملنا العرض بتاع الفرقه الرابعه المدرعه وانت حضرته اعتقد. نعم. وكانت اشاره الى من جدا الى من يهم الارض الامر. الامر في الداخل يا شعب مصر اطمن انت عندك جيش عظيم قادر. وفي الخارج اوعى حد يفكر يقرب لمصر. عظيم قوي. اوعى حد يفكر يقرب لمصر. يقرب لمصر. طيب.